المسلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع. دليل وعلامة المحبة، هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرني كوف زانية دلي كمان أني فمن محمد صلى الله عليه وسلم مو بمكاتب فمنان لا مكاتب فمنان محمد صلى الله عليه وسلم بيتي يقول نعم ها أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكاتب نعم. إذن ما هو دليل المحبة؟ ما هي علامة المحبة عندك؟ دليل المحبة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبتدع لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. تكرم يك فمكتين فمن محمد صلى الله عليه وسلم. رمي يبتين تك فمكتين فمن محمد صلى الله عليه وسلم. إن بخير إن بروف فكتبتك أن فمن أن فكتبتك أن فمن محمد صلى الله عليه وسلم. نبروف ديني فنراحتك نزامتنا تاو فا ونوليزي مامورنا نامنا ركفورنا يتسمكتين فمن محمد صلى الله عليه وسلم ونوليزي. إذا لابد نتعلم السنة، إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد نحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم السنة راحتو كتنا معنا مكتين فمن محمد صلى الله عليه وسلم تكر يتكلم سمين سميزة كميانة نفهم بأما قانون قانون محمد صلى الله عليه وسلم نعمل بها. لابد أن السنة تظهر علينا في أعمالنا سويا نعرفتك فوز فأبليكينا أم بيارتك أم نفينتك إذن نفهم بأما قانون قانون محمد صلى الله عليه وسلم إلى بوكا أمني فينتيك عند بنان بالعسيوتيك أم فينتيك عند بنان إزاني فنرعتيك أن فمن محمد صلى الله عليه وسلم إزاني. ندعو إلى السنة، نعلم الناس السنة تيك ذن ميلا ميانسؤول هنارك نفوب أما فمن فمن محمد صلى الله عليه وسلم. ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع تيك ذن ميان سمت سبيان سبيان دفن خزانيا نفوم بأما فمن محمد صلى الله عليه وسلم تيمامور نزنتي.